في التراب واحدة تلو أخرى قبل أن تنضم إليهن في حضن الأرض. دفنت الضحايا ورمي التراب على أجسادهن الضعيفة. أي علاقة هذه التي تجمع الأمة بفلذات أكبادها؟ تشاركنا الحياة والموت واليوم الأرض. هل شهدت الوالدة مقتل بناتها أم تفرجت على القاتل وهو يقوم بتصفيتهن؟ هي لحظات الحياة الأخيرة وطبعا الأصعب. أما الأقرباء فيشددون على الخسارة الكبيرة ويجددون التشديد على القصاص العادل. هولي قبل ما يكونوا هن خلقوا بجنوب وبيبيعوا عنا بجمال، وبيبيعوا عنا بالمدرج بين هالصبايا بين هالولاد اللي كانوا ينبسطوا يحبوا الحياة. الله لا يوفق اللي عمل فيهم هيك، إن شاء الله يا رب الله يعذبه أشد العذاب، لأنه هول رفقاتنا، هول إخواتنا مش رفقاتنا أصلا. خسرنا ثلاث وردات كانوا في حياتهم. فاجعة مصيبة نزلت على العائلة، مش بس على جنوب، على لبنان كله. يعني هيدا ما بعرف إنسان شو بدك تقول عنه، حيوان ما عنده قلب ما عنده ضمير. أنا بتحمل يسلموني إياه بلا مغارة مطرح ما قتلهم، أنا بقتله ويحكموني لألي مؤبد، أنا ما عندي مشكلة. طويت الصفحة الأخيرة للفقيدات منال، تالا، ريما والأم باسمة. تناوبنا على معانقة تراب أنصار بطريقة كريمة، كيف لا وإكرام الميت دفنه. من مغارة في الطرف الآخر من هذه البلدة إلى هذه الأرض انتقلت الأم وبناتها لتسكن في بيتهن الجديد. شمس وثلاثة أقمار أنهيت حياتهن بكل وحشية لتهز الجريمة البلاد بأكملها وليلازمنا الضحايا تراب أنصار إلى الأبد. محمد فرحات، قناة الجديد.